عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلوات الله عليه. اليوم راح ندير لكم كيكة بالبرتقال، الكيكة التركية اللي عجبتنا كامل، وتقريبا كامل يعني في اليوتيوب يعني سياوها. راح نديرها لكم هنا ان شاء الله تعجبكم. واش عندنا؟ عندي هنا 4 حبات بيض، وعندي كذلك كوب الا ربع سكر، نحطهم هكذا. نضرب مليح السكر مع البيض، نضيف كذلك عندنا الزيت. انا عندي فنجان تاع الشاي من هذا هكذا، من هذا عندي هنا فنجان تاع الزيت، وكذلك عندي كاس الا ربع حليب. عندي كذلك ملعقة كبيرة من بشر برتقال، ونمزج. نضيف الآن هنا عندنا كوب تاع الفارينة، طبعا هنا راه مغربل فارينة، راه مغربلة، ونزيدو لها كذلك كيس من خميرة الحلوى. ونمزج. وهذا الكوب الثاني. نزيد كذلك نصف كوب. إذن عندنا 2.5 كيسان من الفارينة. هاو الخليط تاعنا كيفاش جا. مول هكذا دائري دهنته بالزبدة، وحطيت العجينة تاعنا نحطوه يطيب، ولما يطيب نرجع لكم. انا على فكرة انا سخنت الفرن مسبقا. انا هاوليك عندي هنايا باش نديرو لا شانتيي، عندي كوب تاع الشانتيي، وعندي كذلك كوب ماشي معمر، ماء بارد. انا عملته هنا بالماء، انتم تقدروا تعملوه بالحليب. انا عملته بالماء لاني رايحة نضيف له كذلك 4 قطع تاع فرماج مثلث. حتى لو عملته بالماء ممكن تضيفوا له الفرماج كذلك. هذه هي الوصفه. انا الان نطلع لا شانتيي ومن بعد نرجع لكم. الان ها الشانتيي تاعنا طلع، شوفوا كيفاش جا. الان نبدا نضيف في الفرماج بالحبه. هاي الحبه الاولى، ونخلط الزيت الثانية، الزيت كذلك الثالثة، وهذه الرابعة. أنا خلاص هاي الشانتيي تاعنا طلعت، شوفوا كيف جات ما شاء الله. شوف الفرماج يعطي لها ذوق رائع. هاي الشانتيي تاعنا
الان نديروها دون زان رامكان وغطوها، حطوها في الثلاجه وخلوها لحد ما تطيب الكيكه ونرجع لكم. رجعنا، هاي بعد ما طابت الكيكه تاعنا ولا شونتيي تاعنا، هاي اللي خليناها في الثلاجه. انا عملت هنايا ان سيغو، درت حبه تشينا حبه برتقال ودرت شويه سكر وماء وخليتها غلات. لما بردت دوك رايحه نديرها هنا في الكيكه تاعنا. نديرو هكذا شويه ثقوب بالموس هكذا او اي حاجه، ونسقوه. راه كلش بارد، سيرو بارد والكيكه بارده. انا ما تخلعكمش هاد الكميه تاع لا شونتيي، يعني دايره نحتاجها لحلوه واحده اخرى. هنايا كوب فقط تاع الشونتيي وكوب تاع الماء كما درنا قبيله، ماشي معمر الكوب. المقادير اللي درناهم يكفيو لهاد الكيكه. انا فقط هنا عندي الشونتيي بزياده كما راكم تشوفوا، رايحه نستعملها في وصفه واحده اخرى. حتى لما يقعد لكم هاد الشربات هاد السيرو هذا، تقدروا ديروه في قرعه تاع سجاج بلا هكذا صغيره وتخبوه في الثلاجه، تستعملوه مره اخرى، حاجه ما ترميوها. في المطبخ تاعنا باذن الله حاجه ما نرميوها. الان ناخذ عفوا ناخذ لا شانتيي ونحطوها من الفوق. هكذا نمشيوها. الان واش نديرو؟ نحطوها في الثلاجه ونخلوها حتى تبرد مليح، ونعاود نرجع لكم باش نديرو لها الكريمه تاع البرتقال الصلصه. فوالا هنايا انا راني ندير لها، هنا عندي كاوكاو ملون لون اخضر على شكل بيستاش هكذا، نديرو له في الجوانب. عجبك كمال الدين؟ عجبتك؟ شحال عجبتك؟ بزاف بزاف. فوالا هكذا نحطوها حنايا في الثلاجه، هايليك نحطوها في الثلاجه، نخلوها حتى تبرد مليح ونعاودو نولو ليها باش نديرو لها الديكور تاعها. واش تقولهم كمال الدين؟ قولهم ومن بعد نتلاقاو. قولهم نتلاقاو. قولهم سلام. صح روح منا، دير يدك منا باش يشوفوك. سلام صح، دير لهم هكا هكا هكا. فوالا الان نعملوا الصلصه
تاعنا تاع البرتقال. عندي هنايا كاس، هاوليك ماشي معمر تاع السكر. انايا الروتينه تاعي ماشي حلوه بزاف بزاف، عندي زوج كيسان. اذا كانت حلوه بزاف ما ديروش سكر بزاف، نقصوا. عندي زوج كيسان تينا برتقال، كاس ماشي معمر تاع السكر، وملعقه هكذا تاع مايزينا، ملعقه مملوءه، نخلطو ونحطوها فوق النار تاع قادنا. انا هنا ضفت لها قطعه من الزبده وهي سخونه، حتى تذوب كامل، ومن بعد نستعملوها فوق الكيكه. هنا هاي الصلصه تاعنا، نحطو هكذا ونسقمو غير بشويه. دوك نخلوها تجمد. انا هنا بالعاني عمت باش خليتها تهبط هكذا، باش تمد لي ان ديكور مع لا كولور فيرت. نخلوها تجمد الصلصه تاعنا، ونعاودو نديرو ديكور واحد اخر، نديرو وريدات بلا شانتيي. نديرو فيها بها بلا بوشادوي هاي ليك ولا شانتيي، ديرو هكذا وردات هكذا. تاعنا هاي الكيكة تاعنا كيفاش جات، شوفوا والله جات ما شاء الله. هنايا انا درت اللمسة تاعي الخاصة، درت كاوكاو كيما قلت لكم على شكل بيستاش، وانتي تحبي ديري اللي تحبي، لي زامون دي فيلي ولا تحبي تخليها هكاك ولا. وهذوما قشور البرتقال، سبق وعملناهم مع مربى البرتقال والليمون، راح نخلي لكم الرابط تحت في صندوق الوصف. قلت لكم ملاح باش نديرو باش نجملو الكيكات و هاي ليك. ان شاء الله تعجبكم وتجربوها. الان بسم الله هاي نقطع لكم، شوفوها كيفاش جات لداخل. بسم الله الكيكة تاعنا كيفاش جات، جات ما شاء الله. هايك شوفوا كيفاش جات، ما جات تشهي هايك. ان شاء الله تجربوا الكيكه تاعي كما قلت لكم وتعجبكم، وما تبخلونيش اخواتي باللايكات والتعليقات، والى فيديو اخر ان شاء الله. استودعكم الله في امانه وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.